مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، والبداية بأبرز العناوين. بمناسبة اليوم الوطني للصحافة، رئيس الجمهورية يتوجه برسالة إلى أسرة الإعلام. الجزائريون يؤدون صلاة الاستسقاء اليوم السبت عبر مساجد الجمهورية. لأول مرة الفاف تنشر وثائق خاصة بمناسبة الذكرى 60 لتأسيسها. أهلا بكم من جديد. وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس الجمعة رسالة إلى أسرة الإعلام بمناسبة اليوم الوطني للصحافة المصادف للثاني والعشرين أكتوبر من كل سنة. وقال رئيس الجمهورية: ونحن نحتفي باعتزاز باليوم الوطني للصحافة وبالذكرى 60 لبسط السيادة على الإذاعة والتلفزيون في 28 أكتوبر 1962، نؤكد دعمنا الكامل لنساء ورجال هذه المهنة النبيلة، وهم يؤدون بروح مهنية ووطنية الرسالة المنوطة بهم. في موضوع آخر، أدى الجزائريون اليوم السبت صلاة الاستسقاء عبر مختلف مساجد التراب الوطني، كما كانت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قد أعلنت عنه على إثر الجفاف الذي مس العديد من ولايات الوطن، كما دعتهم في ذات السياق إلى التنسيق مع الولاة ومختلف السلطات المحلية المعنية لتقدير إقامتها من عدمه. غادرت مساء أمس الجمعة مفرزة السفن الحربية التابعة للأسطول الروسي والمتكونة بعد توقف دام 4 أيام، فقد تم تنفيذ تمارين بعنوان المناورة الحربية المشتركة 2022 بمشاركة وحدتين من قواتنا البحرية. وتهدف مثل هذه التمارين إلى تبادل الخبرات بين القوات البحرية الجزائرية والقوات البحرية الروسية، وكذا تطوير القدرات العملياتية والتفاعل المشترك في مجالات الأمن البحري. وفي الرياضة، احتفل الاتحاد الجزائري لكرة القدم الفاف أمس الجمعة بالذكرى 60 لتأسيسه، والتي تتزامن وتاريخ 21 أكتوبر من كل سنة. واستغلت الفاف من خلال مركز الأرشيف التابع لها هذه المناسبة لنشر بعض الوثائق النادرة والخاصة بهذه الذكرى. وكشفت الفاف بأنه سيتم نشر وثائق أخرى مماثلة في الأيام القليلة المقبلة لإظهار مسار أحد أكبر وأقدم الهيئات الرياضية في الجزائر. تحدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الأذربيجاني إلهام عليف بأن يقوم برفع الأثقال، فما كان من الأخير إلا أن قبل التحدي. ويظهر عليف الفيديو وهو يقوم بخلع السترة التي كانت يرتديها ليبدأ في رفع الأثقال وسط تصفيق أردوغان والوفد الذي كان معهما. ختام جولتنا الإخبارية، شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.